للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي. مساء الخير، ما هي أهداف هذا التصعيد والعصيان المدني الذين تخططون لبدئه غدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف التصعيد اللي نخوضه غدا هو حسب البرنامج المزمن للهيئة الحقوقية الحضرمية، بحيث بدأ من الوقفات إلى الإضراب إلى العصيان المدني. نعم. فهي هذه الأهداف لتحقيق الأهداف اللي تسعى لها الهيئة، وهي توحيد الصف الحضرمي والمحافظة على المكاسب التي تحققت في حضرموت. فهذه هي من الأهداف والتعزيز ودعم عمل النقابات في حضرموت. نعم، توحيد الصف لأجل ماذا؟ لنا مطالب عند دول التحالف يعني والرباعية ومجلس الأمن. نعم. وهي مطالب من مجلس الأمن والرباعية والشريك الكبرى السعودية إلى دعم الاقتصاد الوطني، بحيث أن نحن نعرف الانهيار اللي حادث في الاقتصاد الوطني، وهو السبب الرئيسي في انخفاض رواتب العاملين في القطاع الحكومي. لذلك ناشد الشقيقة الكبرى السعودية أن تدعم البنك المركزي، وكذلك إعادة فتح منشأة بالحاف. نعم. من سيشارك في هذا العصيان؟ من هي الجهات الحكومية أو القطاعات التي ستشارك؟ فبالطبع هي قطاعات، هي مشكلة الهيئة من مكونات نقابية وحزبية ونسائية، برضه قطاع نسائي، وعندنا قطاع الشباب، وعندنا قطاع دبلي، كلها هذه القطاع المدني كلها مشكلة من الهيئة، وهي بتشارك في العصيان المدني أغلبها غدا. نعم. هل هذا العصيان محدد بمدة زمنية معينة؟ إلى متى سيستمر؟ العصيان هو لمدة يوم واحد فقط، هو لمدة يوم واحد غدا من الساعة الصباح 8 إلى غاية الساعة 12 ظهرا. نعم. ما هو موقفكم أنتم من القطاعات القبلية في وادي وصحراء حضرموت؟ نحن تربطنا قواس مشتركة، ونحن في المطالب الحقوقية لحضرموت نجتمع معي جهة كانت تطالب بحق حضرموت، لأن شعارنا حضرموت تجمعنا وانتزاع حقوقنا مطلوبنا. فأي واحد يجتمع معنا في القاسم هذا نحن هل يفهم من هذا يعني هل يفهم من هذا أنكم مع قطع الطرقات ومع ما هو حاصل الآن؟ لا، نحن لسنا مع قطع الطرقات او التقطعات او حرق الإطارات. نعم. ولسنا، وانما عملنا هو سلمي وطابع نقابي، وايضا طابع قدام الناس حضاري نعكسه من دون تخريب في المصلحة العامة والإضرار. نعم. بالمواطن. أشكرك رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت الدكتور محمد الكسادي، شكرا جزيلا لك.